اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر جديده، حلقه الخميس. نبتدي حلقتنا زي ما متعودين مع بعضنا ببعض الاخبار، وننتقل ثم بعدها للفقرات الاخرى. الاخبار النهارده، الخبر الاول منها انه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل في مقر الحكومه في العاصمه الاداريه الجديده السيده لويزيت طوبي، الأمين العام لمنظمة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية الكونفيجاس، ومعها الوفد المرافق لها، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف مدبولي، عفوا أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة. قبل ما نكمل، الكونفيجاس ده عبارة عن مؤتمر اسمه مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية اللي هي منظمة الفرانكوفونية، دي منظمة مصر عضو فيها مؤسس، الدول الناطقة بالفرنسية اللي اللغة الفرنسية فيها موجودة كلغة تانية أولى أو تانية، ودي منظمة تضم عدد كبير من الدول وخاصة الدول الإفريقية وبعض الدول في آسيا. مؤتمر الكونفيجاس ده، المنظمة دي عبارة عن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة لهذه الدول، وهي منبثقة عن المنظمة دي طبعا، وتم تأسيس المنظمة سنة 69، وبتهدف بشكل خاص لمساعدة الدول الأعضاء في دعم سياسات واستراتيجيات الشباب والرياضة. الدكتور مصطفى مدبولي زي ما قلنا استقبل السيدة لويزيت طوبي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهي الأمين العام لهذه المنظمة، ورحب بيها طبعا مؤكدا على التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة وهذه المنظمة الدولية. الدكتور مصطفى يعني رحب بالتطور اللي شهدته علاقات مصر حسب تعبيره بالمنظمة عقب زيارتين سابقتين للسيدة طوبي إلى مصر، بالتالي دي الزيارة الثالثة، مضيف انه متوقع أو يتوقع ان يتوقع ان يشهد التعاون تطور اكبر خلال الفترة القادمة، بما يسهم من مزيد من التأثير الايجابي على مستقبل الشباب في الدول الفرنكوفونية بشكل عام ومصر بشكل خاص. وزي ما قلنا مصر عضو في منظمة الدول الفرنكوفونية الناطقة بالفرنسية. السيد رئيس الوزراء تطرق لدعم مصر لمنظمة الكونفيجاس في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات اللي بتخطط لها لصالح الشباب في المستقبل، خاصة ما يتعلق بدعم المواهب الرياضية الشابة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشار أنه من سنة 2018 كان التعاون بين منظمة الكونفيجاس والوزارة شهد تطور مثمر على حد تعبيره عدة مستويات، وأنه وزارة الشباب والرياضة استفادت من أنشطة الكونفيجاس من خلال برنامجين. البرنامج الأول هو تمويل المشروعات الصغيرة للشباب، ويعتمد على تقديم منح مالية لا ترد، ويتم تقديمها على دفعتين وفقا لمؤشرات نجاح المشروع. وهذا البرنامج حسب وزير الشباب والرياضة ركز على مشروعات الثروة السمكية والمشروعات المبتكرة. البرنامج الثاني حسب دكتور أشرف صبحي يركز على دعم المواهب الرياضية الشابة، ويعتمد على تقديم منح مالية أيضا لا ترد للرياضيين النشء الموهوبين، وبيهدف هذه المنح إلى دعم شباب الرياضيين ماديا بمبلغ مالي لتمكنهم من حضور تدريباتهم وتحسين المتابعة الصحية والغذائية لهم، ومساعدتهم على شراء الأدوات الرياضية الخاصة بهم. ده إذن في برنامجين زي ما أشار الدكتور أشرف صبحي ما بين وزارة الشباب والرياضة والكونفيجاس، برنامج للمشروعات الصغيرة للشباب خاصة في مجال الثروة السمكية والمشروعات المبتكرة، برنامج تاني لدعم الموهوبين من النشء للرياضيين لدعمهم ماديا، كل دي منح لا ترد للشباب، وده بيتم من خلال وزارة الشباب والرياضة هنا بدعم من منظمة الكونفيجاس اللي هي زي ما قلنا منظمة الشباب وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية. السيدة طوبي في خلال الاجتماع عربت عن تقديرها لاستقبالها والوفد المرافق لها طبعا بما في مقر مجلس الوزراء ومن السيد رئيس الوزراء، مؤكدا ان التعاون مع مصر هو فخر لمنظمه الكونفيجاس، ده تعبيرها، وتقدمت بالشكر كمان للدوله المصريه على مساهمتها ودعمها للدائم المنظمه منذ انضمامها لعضويتها، وطبعا يعني شرحت وتطرقت للدور اللي بتقوم المنظمه في دعم المشروعات المبتكره. طيب ده خبر يعني ممكن يبقى شكله حاجه رسمي كده زي ما بنحاول نشرح كل مره، ورئيس وزراء مع وزير شباب والرياضه مع امين عام منظمه دوليه، لكن في النهايه بينعكس فين؟ بيروح فين كل ده؟ بيروح
في البرامج دي اللي وزير الشباب والرياضه شرحها، برنامج منح، برنامجين منح ماليه لا ترد، واحد فيهم للمشروعات الصغيره للشباب في مجالات مختلفه، اهمها المجالات المبتكره الجديده سواء في التكنولوجيا او في غيره، ومنح اخرى للنشئ الرياض الشباب الرياضيين عشان يتم دعمهم في تدريباتهم وفي ادواتهم الرياضيه وفي غذائهم وغيره، وايضا هذه منح لا ترد. اذن كل هذه التحركات الدوليه، اللقاءات الخارجيه او غيره، بتصب في النهايه في سياسات جوه البلد بتوصل في الاخر لمواطنين. ممكن مش اكيد مش كل المواطنين ده مؤكد، لكن في كل قطاع هناك عدد او مجموعه من المواطنين بيوصل لهم يعني نتائج مثل هذه اللقاءات والتطورات. طيب كمان شيء تاني خارجي لكنه بينعكس داخليا. الوزير العمل الاستاذ حسن شحاته شارك في مدريد، كان امبارح يعني بالليل في اجتماع في مدريد العاصمة الاسبانية، طبعا اجتماع رفيع المستوى الذي نظمه اتحاد من اجل المتوسط. اتحاد من اجل المتوسط ده بيضم 43 دولة، منهم 28 من الاتحاد الاوروبي و15 من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتأسس سنة 2008. تاني ده اتحاد في 43 دولة، منهم 28 من الاتحاد الاوروبي يعني اللي هم كل دول الاتحاد الاوروبي تقريبا، وعندنا 15 من شمال من الشرق الاوسط وشمال المتوسط اللي هو الدول العربيه بما فيها طبعا مصر. وده اتاسس سنه 2008 بهدف تعزيز الشراكه الاورو متوسطيه وتعزيز العلاقات بين دول اوروبا وبلدان جنوب المتوسط اللي هي بلداننا احنا. والاجتماع بتاع امبارح زي ما قلنا انعقد تنسيقا بين الاتحاد من اجل المتوسط هو ده ومؤسسه اسمها انالندا، دي مؤسسه بتشتغل على المهارات، تنميه المهارات وخاصه المهارات في التعليم الفني والتدريب المهني ودعم من التحولات الديموغرافيه او السكانيه يعني والرقميه والخضراء في بلدان الاتحاد اللي هو الاتحاد من اجل المتوسط. وزير العمل السيد حسن شحاته اكد في هذا اللقاء على التجربه المصريه الرائده حسب ما اسماها في مجال تحويل مسار الشباب ودمجهم بسوق العمل تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وده بعد تلقيهم تدريبات مكثفه مجانيه في مختلف المجالات باحدث الالات والمعدات، موضحا انها تعتبر نموذج يحتذى به في مجال التدريب المهني وتاهيل الشباب من الجانبين او من الجنسين لسوق العمل الداخلي والخارجي. واوضح الوزير ان الوزاره وزاره العمل عندها حتى الان 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهوريه، كلها بتشتغل في نطاق المبادره الرئاسيه حياه كريمه وبتنفذ مبادره مهنتك مستقبلك. مضيف انه هناك تعاون طبعا منسق ما بين شركاء التنميه في الداخل وفي الخارج. الوزير حسن شحاته ايضا قال انه نظرا للاقبال الكثيف على التدريب وحرصا على الوصول للقرى الاكثر احتياجا او البعيده عن المراكز، في هناك وحدات تدريب متنقله بتتنقل في اماكن مختلفه للقرى البعيده او اللي ما فيهاش يعني اماكن ثابته للتدريب، وانه كمان الوزاره طورت مراكز تدريب الكفايه الانتاجيه التابعه لوزاره الصناعه وعملت بروتوكولات بتعد الان ما بين وزاره التربيه والتعليم وقطاع الاعمال العام واتحاد الصناعات ومبادره ابدا، كل ده مع وزاره العمل. ليه؟ عشان الارتقاء بالخدمات التدريبيه وتطوير البنيه التحتيه لمراكز التدريب تماشيا مع سوق العمل. هذا الاجتماع او اللي قلنا عليه الاتحاد من اجل المتوسط حضروا عدد كبير من المسؤولين كمان من وزاره العمل ومن يعني مراكز المسؤولين عن مراكز التدريب، وحضروا كمان على المستوى الدولي عدد من المسؤولين في عده دول من دول المتوسط والدول العضوة في هذا الاتحاد، دول عربية ودول أوروبية وغيرها. وبالتالي كمان مرة ثانية احنا بنرجع نتكلم على الانعكاس أو تأثير كل هذه النوعية من اللقاءات على حياة المواطن. بنتكلم على مراكز تدريب أو إعادة تدريب الشباب
في وزارة العمل اللي عندها 75 مركز، غير طبعا اللي موجودين في الوزارات الأخرى، غير الموجودين لدى القطاع الخاص، غير المدارس التكنولوجية، غير المعاهد المتخصصة. لقاء وزير العمل في تجمع دولي في 43 دولة، منهم 28 دولة دول في الاتحاد الأوروبي، ودول 15 أخرى من دول حوض البحر المتوسط غير الدول الأوروبية. كل ده بينعكس في الآخر على اتفاقيات وبروتوكولات ودعم ومنح وخبرات تكنولوجية مادية أو بشرية بتنقل إلينا، وفي الآخر بتنعكس على مين؟ بتنعكس على المواطن. سوق العمل المصري عنده أو بحاجة شديدة إلى إعادة التأهيل. الخريجين في مصر من مدارس أو جامعات أو معاهد مختلفة، سوق العمل في عدد كبير من الحالات لا يناسب تخصصاتهم، وبالتالي التدريب والتدريب التحويلي تحديدا هو الحل. حل انك انت تؤهل الشباب دول عشان يلاقوا شغل، والشغل ده يبقى شغل مجزي، يبقى شغل يليق وكريم ومستمر ودائم. وبالتالي فكرة التدريب فكرة أساسية. التدريب سواء زي ما قال الوزير حسن شحاتة، سواء للسوق الداخلي أو الخارجي، بيحتاج إلى خبرات إضافية بتيجي من الاحتكاك الدولي. الاحتكاك الدولي اللي احنا شفنا هنا في البرنامج، اتكلمنا اكتر من مره عن دول محدده بتقوم بمبادرات مهمه في التدريب، منها مثلا المانيا ليها عده مبادرات في مصر، وبالتالي التعاون مع هذا العدد من الدول في هذا السياق في الاخر برضه، وارجع واقول، بينصب على المواطن الشاب والشابه اللي هم عايزين يدخلوا سوق العمل ومحتاجين ان هم يبقى عندهم مؤهلات وعندهم قدرات غير اللي تعلموها في المدارس او المعاهد او الجامعات. التدريب او مراكز التدريب تابعة لمختلف القطاعات في الدولة، وابرزها وزارة العمل بتقوم بهذا الدور، والاستفادة بتيجي في الاخر عشان تطوير هذه البرامج وتطوير هذه المراكز من تعاون دولي. التعاون الدولي ده امر حقيقة لا غنى عنه، لا غنى عنه. حضراتكم في بيوتكم قدامكم دلوقتي وانتم قاعدين هتبصوا تلاقوا سلع في ايديكم وفي قدامكم وعلى ترابيزة وعلى يعني حواليكوا، سلع مصنوعة في دول خارجية، دول سواء أسيوية أو أوروبية أو غيرها. هذه السلع اتصنعت بناس، يعني ما فيش مكان عملها، المكان موجود لكن السلعة اللي في إيدك دي أو اللي انت بشايفها قدامك ما اتعملتش بمكنة، اتعملت بمكنة عليها بني آدم. والمكنة دي اللي عليها البني آدم، المكنة دي اللي عليها البني آدم فيها ثلاث حاجات، في المكنة وفي البني آدم وفي المعرفة انه يعمل ده ازاي. البني آدم ده سواء اللي اخترع المكنة او اللي صنعها لازم يبقى عنده معرفة. المعرفة دي هي الضلع الثالث ما بين القوة البشرية والمكنة والانتاج الاخير اللي هو المعرفة. قيمة التدريب، قيمة اللي بيحصل ده كله، ان احنا نأهل نفسنا عشان في يوم من الايام زي ما في بعض الدول، طبعا مش كلها، في بعض الدول، عدد قليل من الدول، حضرتك او حضرتك كنت قاعدة في البيت وقدامك او جنبك سلع او منتجات محددة من كل الانواع، عدد قليل قوي من الدول اللي كل السلع دي او معظمها 90% منها من انتاج بلده. احنا نفسنا نوصل لهذا النوع من الدول. يمكن ابرز هذه الدول هو الصين. الصين معظم استهلاكها، معظم ادواتها وانتاجها من انتاجها، معظم يعني مش عايز اقول كل شيء لكن الغالبيه الساحقه من المتداول في السوق الصيني وفي البيوت الصينيه من الصين نفسها، صناعه الصين. ده مش هيجي غير باللي احنا بنتكلم عليه، المسافه مش بعيده اللي بنقوله هو في الاخر هيصب في ده، ان يبقى عندك الضلعين المهمين جدا في اي عمل انتاجي في الاخر يخلي فيه شخص قادر على العمل، هو تدريبه واعطائه المعرفة، عشان في الاخر الشخص ده يبقى شخص مؤهل، عنده شغل محترم، عنده دخل محترم، عنده حياة محترمة يقدر يعني تليق بيه باولاده وباسرته وبعيلته ووالده ووالدته واخواته. وده كله مش بيجي غير بالطريقة دي. اي كلام غير ده كلام قديم مش موجود خلاص. العمل القديم، الاعمال اللي هي اليدويه البسيطه او الحرفيه البسيطه، ما عادتش هي لا تفتح بيت ولا تعمل اقتصاد ولا تقوم دوله على رجليها.
وبالتالي الارتباط بالعالم، وده حضراتكم يمكن بتتابعوا اخبار في هذا البرنامج على مدى الاسبوع او برامج اخرى او قنوات اخرى، تشوفوا تحركات دوليه كتير، تعاقدات، بروتوكولات، لقاءات من اول مستوى رئيس الجمهوريه لغايه اي مسؤول تتخيلوه. حضراتكم حطوا كل ده، يعني يا ريت نعمل كده تجربه مع بعضنا، ناخد اسبوع على بعض، اسبوع نراقب فيه ونكتب كده في ورقه قدامنا واحنا قاعدين ايه النهارده سمعت في الاخبار في اي قناه، يا ريت يبقى قناتنا طبعا، سمعت عن لقاء تم بين وزير الفلاني والمسؤول العلاني من دوله اخرى، او المسؤول المصري ووزير اخر من دوله تانية، وانه ما تناقشوا في ايه، وتعالوا في اخر الاسبوع وشوفوا يا ترى اللقاءات دي رايحه لمين، يعني هدفها النهائي ايه؟ هل هي لقاءات دردشه وناس بتحكي مع بعضيها وبتتصور وتطلع صور في التلفزيونات ونطلع احنا نحكيها، ولا في خلال اسبوع هتلاقي انه عدد من هذه اللقاءات كبير في الاخر بيصب زي ما بنحكي النهارده عندك. ممكن ما يبقاش بكره الصبح، مش هيبقى الاسبوع اللي جاي، لكن بالتاكيد بعد فتره ما من لما الاتفاقيات دي والبروتوكولات دي تتبلور ويبقى فيها كلام ملموس في الايد، ده هيوصل لك، يوصل لابنك، يوصل لاخوك، يوصل لجارك، يوصل لقريبك. فنعملوا التجربه دي، جربوا كده اسبوع ونشوف مع بعضنا. طيب في نفس الاطار ده على المستوى الداخلي بقى، النهارده المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدوله للانتاج الحربي، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاهدوا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزاره الانتاج الحربي والجامعات التكنولوجيه التابعه لوزاره التعليم العالي، بهدف عقد شراكه مع الجامعات التكنولوجيه وتدريب طلبه هذه الجامعات بالشركات والوحدات التابعه لوزاره الانتاج الحربي، وده وفق رؤيه شامله بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل، وده بمقر وزاره الانتاج الحربي بالعاصمه الاداريه الجديده. ادي احنا ماشيين في نفس السكه. البروتوكول وقع عليه من جانب وزارة الانتاج الحربي المهندس ايميل حلمي الياس عوض نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور احمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي. وزير الانتاج الحربي مهندس محمد صلاح اشار ان توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية والتكنولوجية والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي. وزير الدولة الانتاج الحربي اشار انه مجالات تعاون في البروتوكول ده تشمل التعاون في عديد من مجالات مثل قطاع التدريب، مراكز التميز العلمي والتكنولوجي، شركة الانتاج الحربي لنظم المعلومات اللي بتقوم بتنفيذ دورات تدريبيه لطلبه كليات الجامعات التكنولوجيه بشركات الانتاج الحربي المختلفه، وتنفيذ مشروعات التخرج لطلبه هذه الجامعات، وده بالاستفاده من امكانيات وخبرات وزاره الانتاج الحربي. وكمان بعد كده مركز التميز العلمي والتكنولوجي بيقوم بتعميم مخرجات المشروعات، يعني بعد المشروع ما يتم مشروع التخرج بيتاخد المخرجات عشان يستفاد منها في التصنيع داخل مصانع وهيئات هيئه الانتاج الحربي. وكمان يعني التعاون ده زي ما شفنا بيشمل التدريب، بيشمل التصنيع، بيشمل ابحاث التخرج، بيشمل التطبيق بعد كده بعد الابحاث. الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طبعا سمن هذا التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المشروعات القوميه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي متطلع الى مزيد من التعاون ما بين الوزارتين، وانه اكد على اهميه ربط البحث العلمي والصناعه وتحويل الافكار من شويه المعرفه والابحاث العلميه الى مخرجات سواء في شكل منتجات او خدمات مبتكره تساهم في تطوير الصناعه المصريه، وانه كل ده طبعا بيجي في اطار رؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030. كده احنا يعني بنشوف طبعا احنا شايفين على الشاشه قدامنا عدد كبير من المسؤولين في الوزارتين حضروا اللقاء بين
الوزيرين. وتاني بنرجع نتكلم، شايفين قدامكم عدد كبير من المسؤولين في كل القطاعات وكل يعني جهات، هي مش مجرد حاجة احتفائية او احتفال يعني الناس قاعدة مع بعضها بتحتفل، لا تاني ده بيصب تاني في نفس اللي كنا بنقوله من شوية. عندك وزارة الانتاج الحربي عندها خبرات كبيرة جدا ومصانع كبيرة، مش في انتاج الحربي بس، مش في انتاج الاسلحة، لا ده في انتاج حضراتكم بيوتكم. وحضرتك بص على البوتاجاز اللي جنبك او بص على شاشة التلفزيون اللي قدامك، عدد كبير جدا من الحاجات السلع المعمرة والسلع الكهربائية منتجة في مصانع الانتاج الحربي، وده عارفينه من زمان وموجود معارضه في كل حتة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي المعاهد التكنولوجية او الكليات التكنولوجية. يعني التكنولوجيا يعني ايه عشان نفهمها مع بعض؟ التكنولوجيا هي تطبيق العلم، ما في حاجة اسمها علم، في حاجة اسمها تكنولوجيا. العلم هو المعرفة، الحاجة المكتوبة، أبحاث تتعمل مكتوبة في كتب أو في أبحاث أو في ورق. التكنولوجيا هي تحويل المكتوب ده لشيء مصنع بيعمله مكن أو هو يعمل مكن. وبالتالي وزارة التعليم العالي وظيفتها إنها بتدرس وبتعمل أبحاث بشكل رئيسي، اسمها كده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شغلتها الأساسية دي. لكن كمان عندها أكيد معامل وعندها يعني حاجات مصغرة للتصنيع ولتحويل العلم للتكنولوجيا، لكن الحاجات الكبيرة فين؟ في المصانع، اللي منها هيئات كبيرة زي هيئة الإنتاج الحربي، وزارة الإنتاج الحربي. وزارة الإنتاج الحربي لما توقع بروتوكول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدريب والتشغيل، وكمان الطلبة اللي موجودين في وزارة في الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمدارس والتكنولوجية عفوا والكليات التكنولوجية في وزارة التعليم العالي يعمل بحث تخرج عن موضوع معين، عن شيء بيعمل شيء، بحث ده بيبقى بحث عملي يعني مش بيكتبوا في ورق ويحولوا لحاجة منتجة، بتيجي اللجنة العلمية تفحصها تشوف القلم عمل قلم، القلم ده بيكتب ولا لا، بيتقفل ولا ما بيتقفلش، بيتكسر ولا ما بيتكسرش. كل ده وزارة الانتاج الحربي مع وزارة التعليم العالي عملوا بيه بروتوكول عشان كمان مشروعات التخرج دي يساعدوا الطلبة على انها تتصنع تتعمل، هم اللي بيعملوها الطلبة، هم مش هيعملوها لهم، الطالب بيوفروا له الادوات عشان يعمل ده بالاضافة للتدريب. وان كمان لو في مشروعات التخرج حاجه تصلح انها تبقى منتج وزاره الانتاج الحربي او بعض مصانعها يتبناه، البروتوكول بيقول يتبناه، مفيش اي مشكله. اذا تاني بنرجع للي كنا بنقوله من شويه، ان احنا عندنا دلوقتي يعني حاله من التركيز على اهم ما هو في العمليه الانتاجيه. العمليه الانتاجيه اي زي ما كنا بنقول من شويه، لكن عن جزء من العمليه الانتاجيه، لكن العمليه الانتاجيه عموما فيها راس المال وفيها اللي بيدير راس المال اللي هو الاستثمار يعني مين بيديره، وفيها طبعا العناصر المباشره زي ما قلنا هي اكيد الادوات الانتاجيه، المصانع والادوات، وهي المعرفه اللي مع الادوات وهي البشر. كل اللي بنشوفه ده عشان ما عدا الاستثمار اللي هو مجاله في وزارات اخرى، اللي هو يجيب مستثمر يفتح مصنع او يعمل معمل او يعني يعمل خدمه، الباقي كله في العمليه الانتاجيه. التركيز دلوقتي الدوله اللي في ايدها، اللي في ايد الدوله بوزاراتها بهيئاتها المختلفه، انها تنمي العناصر العمليه الانتاجيه اللي في ايديها، اللي هو اهم حاجه فيهم البشر، الطلبة اللي في الجامعات او اللي تخرجوا من الجامعات والمدارس والمعاهد والكليات، عشان يعاد تدريبهم، تتضخ لهم معرفة، التكنولوجيا تدربوا عليها بشكل يعني مباشر، وكل ده بيتحول في الاخر برضو تاني زي ما بقول لبيوت حضراتكم. واتمنى تاني اليوم اللي يجي وان احنا نلاقي نفسنا كل اللي حوالينا في بيتنا واللي قدامنا معظمه اللي ما يكون كله من تصنيع مصري. الحقيقة يعني احنا يعني مش عايزين نطول في الاخبار، لكن لان احنا عندنا موضوعات النهاردة مهمة او موضوع رئيسي مهم هنتناقش فيه، موضوع قمة الدول الجوار، جوار السودان النهاردة اللي عقدت في مصر هنا في القاهرة في قصر الاتحادية برعاية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنرجع لده طبعا بالتفصيل في فقراتنا الجاية، لكن يعني في كده كلمتين في العموم يمكن يعني
يا ريت نسمعهم مع بعض. هما كلمتين في التاريخ. التاريخ في النهاية هو عبارة عن ايه؟ التاريخ هو حكايات من الماضي. حكايات ممكن يبقى حكايات لطيفة، ممكن يبقى حكايات سخيفة، ممكن يبقى حكايات مزعجة، ممكن يبقى حكايات مفرحة، لكن التاريخ هو كل ما مر علينا. مر امبارح تاريخ، اللي قبله بسنة تاريخ، اللي قبله 50 سنة تاريخ، اللي قبله بألف سنة تاريخ. طيب هل اللي بيميز البشر عن كائنات أخرى حاجات كتير؟ يعني العلماء بيقولوا كلام كتير انه البشر عنده احساس، او ان البشر عنده مشاعر، او عن الكائنات الاخرى. لكن بالتاكيد من اهم المميزات، وده مش حوار او جدل حوالين ايه اللي بيميز البني ادم عن غيره، انه الاحتفاظ بالذاكره، وانه البشر هو الكائن الوحيد اللي مش عنده تاريخ. كل الكائنات عندها تاريخ، بس الذي يستفيد من التاريخ البني آدم هو الكائن الوحيد اللي هو سواء اتحكى له على سبيل انه اهله او يعني حكوا له زمان حصل كذا، وده كان بيحصل زمان قبل الكتابة وقبل الناس ما تبقى تعرف تقرا وتكتب بشكل كثيف، او انه قرا ده او شاف ده على وسائل يعني الحديثة للتواصل الإعلامي. وبالتالي التاريخ يميز بني ادم. طيب ليه بقول التاريخ؟ لان التاريخ هو في الاخر معمل الحاضر. التاريخ هو البوصله. لو حضرتك عايز تقرا بكره يا ريت تبص شويه وراك. وده مش معناه ان بكره هو بالملي اللي حصل وراك. مش بالضروره. لكن بنسبه عاليه جدا انه اللي حصل زمان غالبا اذا حصل اذا كذا اذا اتكرر كتير يبقى بكرة مش هيختلف كتير الا في تفاصيل. بقول ده ليه؟ لانه احنا بنتكلم على مصر الحديثة دي. مصر الحديثة دي عشان حضراتكم نبقى مع بعض، معظم المؤرخين دول هم مين؟ اللي بيكتبوا التاريخ، اللي بيكتبوه في كتب وورق ويدرسوه، شوفوا يا ترى التاريخ حصل فيه ايه وتحرك ازاي وكذا. طيب مصر الحديثة دي المؤرخين من المصريين وغيرهم بيقولوا انها ابتدت الحديثة، كلمة الحديثة سنت مع تجربة محمد علي باشا 1805 لما أسس دولته الجديدة وبدأ يبني مصر الحديثة، وبنى ما بنى واجتهد ما اجتهد وحط أسس كبيرة جدا ومهمة جدا للبنية التحتية في الدولة، وأيضا للعقل المصري وللتعليم وللترجمة وغيره وغيره وغيره، وأصبح ده بداية تأسيس مصر الحديثة. طيب ده بداية التاريخ الحديث 1805، يعني احنا بنتكلم على النهاردة على 218 سنة. في خلال هذه الفترة ايه اللي حصل فيما يتعلق بحاجة واحدة؟ هل يا ترى هذا البلد حدث في اي لحظة من لحظاته انه تغير بداخله من اوضاع او نظم او حالة سياسية بفعل أشخاص من الخارج؟ أنا سكت عشان تفكروا وتفتكروا، هل يا ترى ده حصل؟ عشان ما نروحش بعيد، تاريخ مصر في القرن ال 19 شاف، والقرن العشرين شاف حاجات تأكد ده وتأكد شيء تاني. في القرن ال 19 سنة 1881 كان في ثورة عرابي، كلنا قريناها وشفناها في الكتب وفي المدارس وكذا. ثورة أحمد باشا عرابي اللي هو يعني كان ثار على الخديوي توفيق ورفض يعني استبداد الخديوي توفيق، والثورة العربية يعني فشلت. كان في ثورة، ضباط الجيش راحوا وقفوا قصاد الخديوي في ميدان عابدين وفشلت، ودخل الإنجليز احتلوا مصر سنة 82 احتلوا مصر، وتم نفي أحمد عرابي إلى خارج البلاد. هذا الزعيم الوطني الكبير كان عمل إيه الأول عشان نركز؟ عمل محاولة ثورة داخل البلد مش جيبها من بره، ونفي أحمد عرابي بعدها قبله وأثناء أو يعني أثناء احتلال مصر، و يعني انتهت
الثورة العربية بهذا الشكل اللي كانت في الأصل شيء داخلي. طيب نيجي لغاية نمشي مع القرن 19 نوصل لبداية القرن العشرين، كان في اتنين زعماء كبار، مصطفى كامل ومحمد فريد. ومحمد مصطفى كامل ومحمد فريد الاثنين كانوا ضد الاحتلال الانجليزي للبلد، ومحمد فريد تحديدا يعني كان رجل نشط على المستوى السياسي والمستوى النقابي، وعمل اول نقابات عماليه في مصر، وسافر لما لقى الاوضاع في مصر هنا اوضاع يعني لا يستطيع ان هو يقاومها، ترك البلد، ذهب الى خارج مصر، ذهب الى المانيا. محمد فريد اللي الميدان باسمه في وسط البلد، الاسم التاريخي الكبير في تاريخ مصر، اللي اشتغل في مصر الاول، اشتغل وخلف مصطفى كامل في الحزب الوطني الاولاني الاصلي يعني، وفي الاخر سافر راح المانيا، قعد سنوات طويله هناك، وتوفي محمد فريد في برلين في نوفمبر 1919 في حاله يرسى لها، ويعني كانت ظروف وفاته مأساوية، ويعني عاد إلى مصر بجهود متبرعين من يعني الناس طيبة من أبناء الدلتا المصرية، ولم يحدث أي شيء في مصر. الشيء الثالث عشان نفتكره برضه مع بعض، شبه أحمد عرابي، في مارس 1919 حصلت ثورة 19 اللي كان بناء على يعني او مواكبه لفكره التوكيلات للوفد المصري سعد باشا زغلول. الثوره حصلت الاول هنا، بناء عليها نفي سعد باشا والمجموعه اللي معاه مرتين الى خارج مصر. لكن تاني ترتيب الاحداث ايه؟ الثوره 19 داخل مصر، سعد باشا راح ورجع، وبعد ما رجع الثوره يعني نجحت نسبيا، ورجع وتمت اول انتخابات حره سنه 24، وبعدين يعني استمر الامر الى ان توفى سعد باشا. من ساعتها ادي قرنين وشويه مفيش شيء يقدر يغير مصر من الخارج، لم يحدث. وغالبا ما دام احنا بنقول التاريخ هو الدليل بتاعنا انه لن يحدث، كل واهم او متخيل انه هذا البلد قابل لانه يعني يهتز او يتغير بغير ابنائه في الداخل، ده مش معناه انه اخواتنا واشقائنا في الخارج من المصريين العاملين في الخارج، الناس المكافحة، الناس العلماء، الطلبة اللي بيدرسوا، ما لهمش وزن، لا لهم وزن، بس هم في النهاية ذهبوا الى هناك لاغراض اخرى، يدرسوا، يشتغلوا، يطلبوا أكل عيشهم، ياخدوا خبرة. لكن التغيرات الكبرى في الدول، دولة مركزية زي مصر، مصر مش دولة طارئة يعني جات امبارح ويعني تتغير بكرة، لا، دولة كبيرة زي ما يعني اللي قالوا عليها المفكر الكبير جمال حمدان يليق بيها، عبقرية المكان، الموقع والموضع مع بعض، الموقع ده والموضع ده لا يهزهما ابدا ولم، انا مش بقول حكم يعني من دماغي او على هوايا انه لم يهز داخل مصر شيء الا من داخل مصر. اي واهم يعتقد انه باستطاعته انه هذا البلد يتغير او يغير او يؤثر في ابنائه بفعل افراد مهما يعني كان قدراتهم البلاغية أو قدراتهم الكاذبية أو تحريضية، أنه يعني يستطيعوا أن هم يهزوا أركان مجتمع ألفي، ألفي يعني آلاف من السنين وراه بهذا الشكل، ده الحقيقة وهم كبير فيش شاهد واحد عليه في التاريخ المصري. المرات اللي كان فيها ناس في الخارج للأسف كانوا خرجوا وسابوا البلد بعد أحداث مهمة في الداخل، واللي سافر بدون أحداث مهمة في الداخل راح ومرجعش. اللي هيفضل هو البلد، هو مصر، مصر الداخل، مصر الشعب المصري، حضراتكم، حتى أولادكم وأخواتكم وأشقائكم اللي مسافرين سفر طبيعي للعلم أو للرزق داخل مصر، في الآخر بيرجعوا مصر في كل الأحوال، هم أو أبنائهم أو أحفادهم بيرجعوا في شكل طبيعي. اللي ساب مصر
املا في ان يعودوا اليه، ان يعود اليها يعني، وهي قد غيرت بفعل اقواله او افعاله او اكاذيبه او اشاعاته او تحريضه. انا بقول له ده يعني عشم، مش عايز اقول ايه في ايه، لكنه لن يحدث. احنا يعني لا نسب احد، وما عندناش يعني اي رغبه في المساس بحد، احنا بنقول حقائق. يا ريت اللي يعني يحاول بيحاول يعني يستفيد من التاريخ عشان يبقى من الكائنات البشريه يورينا ويحاول يقرا تاريخ مصر ال 218 سنه ويشوف ويطبق الكلام اللي قلته دلوقتي عليهم. وانا كده اجتهدت، يا رب اخد الاجرين ما ياخدش اجر واحد. نخرج فاصل ونرجع نكمل فقراتنا مع بعض. إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين. نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة. وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهدا للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة. الحضور الكريم، فور اندلاع الأزمة في السودان بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة. كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية. وأود أن أؤكد هنا أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة في العيش في وطنه بأمن وحرية وسلام وعدالة. كما ستعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأطرح على حضراتكم تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن الذي يرتكز على العناصر التالية. أولاً، مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة
تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. ثانياً، مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. ثالثاً، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. رابعاً، تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام لفقرتنا الرئيسيه والاخيره في حلقه النهارده، وهي زي ما حضراتكم شفتم معانا هي مخصصه لهذا الحدث المهم اللي تم في القاهره النهارده في قصر الاتحاديه، قمه دول الجوار جوار السودان. وحضراتكم شفتوا بعض التفاصيل اكيد النهارده في يعني وسائل اعلام كتيره القمه، بس عشان نلخص بارقام قبل ما نرجع للضيوف الكرام اللي احنا يعني بنتشرف بوجودهم معانا. قمه ضمت 7 دول، مصر طبعا في مقدمتهم، مصر هي الدوله المضيفه، ليبيا، جنوب السودان، افريقيا الوسطى، اريتريا، اثيوبيا، تشاد، مع منظمتين يعني اقليميتين، جامعه الدول العربيه ورئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي. ده على مستوى الحضور. مستوى الحضور هو طبعا اعلى مستوى في كل دوله، رئيس الدوله او رئيس وزرائها حسب كل نظام السياسي لكل دوله، وده بيلقي اضواء على اهميه هذه القمه. طيب القمه دي يعني فيها كمان مش بس حدثها الرئيسي اللي هو السودان الشقيق اللي بيمر بنزاع او صراع او حرب بيسموها زي ما انتم عايزين، لكن اكيد وضع غير مستقر من 15 ابريل لغايه النهارده. لكن كمان الى جانب القمه واثنائها هناك اشياء مهمه تهم الشعب المصري وتهم اكيد القاره الافريقيه عموما. بعض الاحداث هنناقشها مع ضيوفنا. انا الاول برحب بالضيفين الكريمين اللي بتشرف بوجودي معاهم، سياده السفير صلاح حليمه مساعد وزير الخارجيه الاسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه. اهلا بك سياده السفير. اهلا بحضرتك. والصديق الدكتور احمد عبد الدايم استاذ بكليه الدراسات الافريقيه. اهلا بك يا دكتور. سعاده النقيب بارك الله فيك. شكرا جزيلا. سياده السفير، انا هبدا الحقيقه يعني بالجانبي وارجع للقمه. والجانبي الحقيقه في شيء مهم على مستوى الشكل ومستوى المضمون حصل النهارده، وهو زياره او مشاركه رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد في القمه. ويعني ده حدث اظن ان هو يعني لا يغفل، وخاصه انه نتج عنه بيان مشترك، لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلنا يعلم يعني تفاصيل الموضوع، مش عايز اسميه اي تسميه اخرى، الموضوع المصري الاثيوبي حول سد النهضه معروف. البيان انا هقراه، بيقول انه بيان الرسمي: استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه اليوم 13 يوليو 2023 رئيس وزراء جمهوريه اثيوبيا الفيدراليه الديمقراطيه ابي احمد لاستئناف المناقشات بينهما. اول مصطلح: جدد الزعيمان تاكيد ارادتهما السياسيه المتبادله لتعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبه المشتركه في تحقيق مصالحهما المشتركه وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم ايضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والامن في المنطقه وقدره الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركه. ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضه الاثيوبي، حيث اتفق على النقاط التاليه، وهما نقطتين بس. الأولى: الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفق على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر. 2: خلال فترة هذه المفاوضات اللي هي 4 شهور، أوضحت أثيوبيا التزامها أثناء ملء السد
خلال العام الهيدرولوجي 23-24 بعدم الحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين. حضرتك رأيك ايه اجمالا وتفصيلا في الواقعة وفي البيان؟ طبعا العلاقة فيما يتعلق بهذا البيان هو طبعا بيتكلم عن محورين اساسيين، العلاقات الثنائية ما بين البلدين وشموليتها لكافة المجالات، والاتفاق على ضرورة تنميتها وتطويرها في كافة المجالات أيضا. والمحور الثاني يتعلق بقضية سد النهضة والأزمة التي نعاني منها حتى الآن ومنذ فترة طويلة، في أن المفاوضات في حالة توقف وفي حالة جمود نتيجة لمواقف معروفة للجانب الأثيوبي، وهي ممارسة التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع. واقع الأمر يعني الفترة اللي فاتت على منذ فترة قريبة ربما كان هناك تحركات من جانب بعض الدول في محاولة لاحتواء الأزمة وأحداث انفراجة فيها، ويمكن نشير في هذا الصدد لتحركات من جانب الإمارات ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد الدور اللي يمكن إدى دفعة قوية لفرص مثل هذا اللقاء الذي تم بالأمس بين أبي أحمد والرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللقاء الذي تم بينهما في باريس في الفترة الماضية منذ بضعة أسابيع قليلة. وكان من الواضح من اللقاء أن هناك ربما تفاهمات وربما أيضا ماكرون لعب دور في احتواء الأزمة ومحاولة إحداث انفراجة فيها. ثم جاءت يعني برضو أعتقد أن التطورات اللي شهدتها السودان سواء من صراعات مسلحة في الخرطوم ما بين طرفي المكون العسكري، وأيضا امتدادها إلى مناطق في السودان في ولايات الأطراف سواء في دارفور أو جنوب كردفان، شمال كردفان، النيل الأزرق والشرق، وإن كان هناك اختلاف في طبيعة الصراع في الخرطوم عن طبيعته في هذه الولايات، الأول صراع ما بين طرفين على السلطة والثروة والنفوذ وإمكانية أن يكون أحدهما هو العمود الفقري للمكون العسكري والثاني يحاول اختطافه أو يكون هناك ازدواجية. أما في دارفور فهي العملية عملية صراعات قبلية تم إحيائها وتنزل بكوارث وعلى دول الجوار. ربما هذا السبب والأسباب التي أشرت إليها في اللقاءات السابقة حركت رؤية لدى أبي أحمد بأن الموقف في سد النهضة ليس ببعيد أن يحدث في هذا الوضع الذي نراه في هذه في المنطقة. ومن هنا ربما إذا حسنت النوايا ما تم من اتفاق بين الجانبين على أن تكون مفاوضات عاجلة وأن تكون مفاوضات في خلال 4 أشهر ويتم الاتفاق على عملية الملء والتشغيل دون إشارة إلى اتفاق قانوني ملزم، لأن العبارة دي لم ترد في هذا الاتفاق في هذه المفاوضات. إذا حسنت النوايا أعتقد يعني دعنا نتفاءل بحذر عن إمكانية أن تسير الأمور فيما نحن متوجهين إليه، لأن هذا الاتفاق يعني الموقف الأثيوبي للأسف بينطلق من أساسيات يصعب معها تصور أن يكون هذا الاتفاق يعني سيكون خارج إلى حيز التنفيذ إلا إذا صدقت النوايا وحدث تغير حقيقي وجذري في الموقف الأثيوبي الذي يعتمد ينظر إلى الأنهار الدولية التي تنبع من أثيوبيا برؤية توطين الأنهار، يعني هذه الأنهار وطنية وليست دولية. ثم أيضا التصرفات الأحادية التي تخالف الواقع وتخالف القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية. أعتقد النقطة الرئيسية فيما يتعلق بهذا الاتفاق بل لا يحدث ضرر جسيم، الضرر الجسيم هناك هذا ما يعني أن هناك ضرر سيحدث هذا أمر واحد، لكن الضرر الجسيم هو significant harm، هو استخدم ضرر ذي شأن، هو الضرر الجسيم بنسميه الضرر الجسيم أو الضرر ذي شأن اللي هو significant harm. فهو هنا الضرر الجسيم ما هو المعيار الذي نتحدث فيه عن ان هذا ضرر جسيم او غير جسيم؟ نرجع لتفاصيل هذه هي نقطه في غايه الاهميه. دكتور احمد عبد الدائم، دكتور احمد
انطباعك العام كرجل دارس يعني للعلاقات الافريقيه عموما، للشؤون الافريقيه وموضوع المصري الاثيوبي، انطباعك عن البيان ده ايه؟ وهل يعني سيادة السفير متفائل بحذر؟ اعتقد ان يعني بعد حاله الملف يعني سابقا من مجلس الامن للاتحاد الافريقي، كان محور الحديث كان يدور دايما على ان المفاوضات في صد النهضه عموما هيكون داخل الاتحاد الافريقي، يعني داخل اروقه الاتحاد الافريقي. كانت الحجه الاثيوبيه ان هم منشغلين ساعتها بمعركه داخليه اللي هي حرب التجريه. فبالتالي كان بناء عليها يمكن اشتغل من 2020 لغايه نهايه 2022، فبالتالي تحت هذا المسمى حطلت مفاوضات صد النهضه. جينا لما خلصنا من صد النهضه بدأت مشكلة السودان، فبالتالي ظهرت حجة جديدة. أحيانا دلوقتي أنت مش عارف التفصيل اللي هتدخل بيه، هل هيعاد الملف إلى الاتحاد الإفريقي يعني مرة جديدة، ولا هيكون في إطار مفاوضات ثنائية أو ثلاثية ما بين الأطراف الثلاثة؟ لأن حاليا السودان عضوية معلقة داخل الاتحاد الإفريقي، فبالتالي لا يجوز أن يدخل في مباحثات داخل الاتحاد الافريقي كتعليق عضوي، يعني ده قوانين الاتحاد تمنعه. فبالتالي كيف يتم ادخال السودان داخل المفاوضات؟ اللهم الا البيان ممكن بيحمل مفاوضات ثلاثيه خارج اطار الاتحاد الافريقي، فبالتالي ممكن نتكلم عن تفاصيل في هذا الاطار. هل هو نوع من، انا ما اقدرش اسميه نوع من المجامله الدبلوماسيه او حاجات زي كده، لان هو الرجل يعني سبق زياره القاهره على ما اعتقد، هو تكلم حتى في البرلمان الاثيوبي ولمح بالكلام اللي هو صيغ في شكل يعني النهارده يعني في البرلمان الاثيوبي، قال ان برضه يعني اعتقد ان المسائل الفنيه اللي هي متعلقه بسد النهضه، هو قال والله كنوع من المجامله، هي ممكن احنا فسرناها كمصريين يعني كنوع من المجامله، يعني هيتم الملء هذا العام بدل ما ينتهي في يوليو هيتم ترحيله الى سبتمبر. هي المسائل دي متعلقه عشان حجم الملء المره دي كبير للغايه، واصلا كمان الامور المتعلقه اللي هي ايه المسائل الفنيه والتعطيلات اللي هي مرتبطه بسد النهضه والبناء في حد ذاته، فبالتالي في اشكاليات كثيره حوالين هذا الاطار، فبالتالي ممكن تفرغ هذه المجامله الدبلوماسيه لو انت اطلعت على التفاصيل الفنيه في هذا الاطار. فبالتالي اذا حتى الموجود لو كان نوع خلاص احنا نقبل به، لكن المساله الاخرى لما نيجي نتكلم حوالين ان الامر المتعلق باربع شهور، هنا هيكون في تفاصيل بقى، هل هو هيكون خارج الاتحاد الافريقي ولا داخل؟ البيان لم يعلن حتى الان ان هو داخل، اعتقد ان هو ممكن يكون يعني بشكل ثلاثي او ممكن يبدا، هو اشار للثلاثي يبدا بهذا الشكل، لكن مساله الاربع شهور انا اتمنى يعني خلينا مع سياده السفير في الانطباع الاولي، احنا ناخد لان احنا دايما يعني متعودين يعني بالنسبه لابي احمد تحديدا يعني هو راجل مجامل سياسيا، لكن برضو نفس الوضع اعتقد ان هي الامور بتاعته او حتى من السياقات الكثيره اللي دخلنا فيها التفاصيل الكثيره، ممكن برضو هتلاقي الاربع شهور دي يعني لو انتهى الامر واحنا اتفقنا على الملء والتشغيل احنا لينا 10 سنوات في هذا الاطار، هل لان المفاوضين لما تيجي تقعد على طاوله المفاوضين، انا سمعت كثيرا من تفاصيل وزاره الري حوالين طبيعه المفاوضين الاثيوبيين وحتى الدبلوماسيين الاثيوبيين حوالين سد النهضه، هو الراجل قد يكون كراجل سياسي ممكن الكلام لما يحول للفنيين والمسؤولين، اعتقد هل هو يعني واخدين رؤيه مسبقه؟ اعتقد اني لو في تفاصيل حوالين تفاهمات سياسيه حوالين هذا الامر ممكن يعني على الاقل يعطى الانطباع للفنيين والكلام ده يكون في حلحله لهذا الملف تحديدا يعني. اتمنى ان يكون يعني الاربع شهور القادمه يعني دي احنا يكون فيها على الاقل فيها حلول عمليه وننتهي، لان كنا احنا واصلين تقريبا ل يعني 95% من الحلول، فبالتالي المفروض هل هنبدا حينما انتهينا ولا هنبدا من الاوله في الغرام كده في الموضوع؟ فبالتالي اعتقد هذا انا عايز ارجع بس حاجه سياسيه مش فنيه. انا ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا وفي خصومه
مع مصر في هذا الموضوع ومتعنت وكرئيس وزراء دولة لسه يعني قادم جديد وعندي مشاكل مع التجري وغيرهم. أنا عيني على أثيوبيا مش على مصر، لأنه لو بالقياس اللي أنا يعني كرجل عملي ميكافيلي واضح، الدولة الثانية فيها أزمة كبرى اللي أنا داخل معاها في النزاع على السودان، ومصر أنا يعني شايف نفسي في موقف أفضل سياسيا. لماذا يأتي أبي أحمد الآن إلى القاهرة حرصا على السودان ولا حرصا على حل الأزمة المصرية الإثيوبية في ظل تفاعلات دولية بتتم ومصرية أيضا تتحرك إقليميا، يمكن جزء منها في شمالا في آسيا في تركيا، أجزاء منها بتنعكس على ليبيا وعلى إفريقيا. يعني السياسة يا دكتور أحمد، أبي أحمد موضوع مش هو كأي حاكم منتخب بلده أهم، إيه اللي يخلي أبي أحمد يجي وخاصة أنه السودان لسه أول امبارح في إثيوبيا نفسها تم يعني احتجاجات كبرى على ما قالوا في مؤتمر الإيجاد؟ إذا ما الدافع السياسي يا سيادة السفير؟ هو طبعا كلام سيادتك وسؤالك في منتهى الذكاء والوجاهة. أنا أعتقد أن أبي أحمد جاء للسببين، أن موضوع سد النهضة الآن في مرحلة قد يحدث الضرر الجسيم لمصر. تمام. وهو متيقن أن مصر في هذه اللحظة لن تقبل أن يحدث الضرر الجسيم، ومن هنا جاء من أجل تفادي هذا الضرر الجسيم بالتوقيع على اتفاق، لأن كمية الملء المطلوبة أو اللي بيخطأ المستهدفة حوالي 22 مليار متر مكعب، هم ملوا تقريبا طبقا لكلامهم 22 مليار، الحقيقة أنها حوالي 17 مليار، إذن الإجمالي سيتجاوز 30 مليار. تجاوز 30 مليار المليار يعني أن هناك احتمال للضرر الجسيم. متى نعتبر أن هذا ضرر جسيم؟ مصر مشكلتها في نقطة عندما يكون هناك فترة في الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وأيضا فيما يتعلق بالملء وفيما يتعلق بالتشغيل بالنقطتين. هذا العام ليس فيه فترات جفاف أو جفاف ممتد أو سنوات شحيحة، وإنما فيما يبدو أن الوضع يسير بشكل طبيعي، وبالتالي فرصة الملء بالكميات المستهدفة أمر وارد. هنا تبدأ الخطورة على مين؟ على مصر وعلى السودان أساسا. طب أبي أحمد خايف على السودان؟ أكيد هيخاف، لأن لا يعني إيه اللي بتفعل سيادة السفير؟ مصلحته برضه دبلوماسية بحبه، لكن أنا بتحدث تحليل سياسي. رجل يشعر أنه منتصر وأنه يحقق ما يريد ويملأ وقت ما يحب ومقاطع البلد ده، لا ما النهارده لو جاي يعمل ايه؟ لو انهار السودان هذا فيه ضرر على اثيوبيا السودانيه، على اثيوبيا وعلى دول الجوار. عظيم. يعني هو جاي عشان السودان ولا جاي عشان الاثنين ايهما؟ لو حضرتك بترتب تقرير. لا مش بختار، لا هنا الاولويه ملي. انا بتكلم على الدافع الاول، لو حضرتك بتنصح رئيس الجمهوريه واثناء وجودك في السفاره بانه ترتيب الاولويه فين؟ هو جاي الاصل ليه؟ الاصل طبعا بالنسبه لموضوع السودان، الموضوع السودان هو بالنسبة له في دعوة لدول الجوار عشان يواجهوا مخاطر السودان، وهو خطر شديد. تمام. شديد جدا بالنسبة لكافة الأطراف. يعني النهاردة في تدفق للاجئين من السودان إلى أثيوبيا بأعداد ضخمة ليست قليلة، وعنده مشكلة التجراي وأيضا مشاكل في إثنيات أخرى. إذن هذا التوقيت بيجي أساسا عشان السودان، وبالتالي هناك خطر آخر منتظر ليه، لأن الملء المرة دي 22 مليار متر مكعب، هذا يمثل خطر على مصلحة ولا مش خطر؟ لا خطر. خطر اشرحوا لي عشان عايز اعرف الخطر جاي منين. ما هو الخطر النهارده لو حصل انا مدركه، بس عايز المشاهد يبقى معايا. الخطر النهارده لما يبقى فوق 30 مليار متر مكعب في مجال لانهيار السد، ومخاطر تتعلق بسد الروسيرس والسدود الاخرى السودانيه. طب محتاج إذا لو حصل محتاج في مصر في ايه في هذا الخطر؟ انه ينسق معاها عشان لا يحدث الضرر الجسيم، اللي هي النقطه الوحيده اللي جت في عمليه الملء والتشغيل، الضرر الجسيم هذا هو محور البيان، انه تعهد بل لا يحدث ضرر جسيم، ولذلك عمليه الملء ماشيه ببطء. صحيح. يعني هو كان قبل كده بيملى في اسرع وقت، دلوقتي بيقول انا هملى على 4 شهور. ليه على 4 شهور؟
حتى لا يحدث ضرر جسيم فجأة، لأنه لو دفع كمية المية بشكل سريع سيحدث الضرر الجسيم دون أن يتلافاه. إنما لو مشي بشكل بطيء وبيدي البيانات لمصر والسودان من خلال المفاوضات اللي بتجري ومن خلال الاتفاق اللي سيتم التوصل إليه في خلال الأربع شهور في خلال فترة الملء، يبقى أنا بتجنب الضرر الجسيم حتى لا تحدث أوضاع في المنطقة تهدد السودان ومصر بشكل كامل. وبالتالي مصر لن تسمح او تنتظر حتى يحدث هذا الضرر الجسيم. ده سؤالي من الاول. ما ده اللي اقصده، ان هو يعني لا يخشى على من انهيار السد ويخشى ربما من رد فعل مصر. طبعا اكيد. ده انا هرجع لك نفس السؤال فكر في اجابته عشان هو ده السؤال المركزي. تمام. طيب ايه رايك يا دكتور احمد؟ انا شايف في يعني انا في امرين هو اللي ممكن هتلاقي دايما التحركات الاسلوبيه انا الواحد يعني بيتابعها بشكل كويس كده ومراقب ليها. يعني اعتقد ان عدم ذهاب الرئيس المصري في اكتر من قمه افريقيه بعد التعنت في مفاوضات سد النهضه واكتر من قمه لا يحضرها الرئيس السيسي، وكان دايما معروف عن الرئيس السيسي منذ ان وصل للسلطه دايما هو بيحضر هذه القمه. صحيح. فبالتالي هذا الانطباع لما يؤخذ على اساس ان في تعنت، فبالتالي في موقف في رفض يعني صامت كده من مصر، فبالتالي انا بيودي وزير الخارجيه. فبالتالي اعتقد ان من باب تحسين العلاقات جه في مؤتمر المناخ احنا شفناه وادي المره الثانيه، فبالتالي معناه ان على الاقل الغياب المصري انا باجي اهو باجي واروح، فبالتالي الحاجات دي ملهاش علاقه بدي، فبالتالي ده باب. الامر الاخر ان اعتقد ان هو السياسه اللي واخداها في مؤتمر الايجاد واخداها كينيا واثيوبيا على اساس فولكر بتاع المندوب الاممي ده، واعتقد هم بينفذوا نفس الاجنده اللي هو ايه هو بيقولها. يعني ما تشوفت يعني تصريحات فولكر ده تحديدا هتلاقي نفس الصيغ اللي بيستخدمها الرئيس الكيني والرئيس الاثيوبي هي طبعا. اعتقد ان هو حضوره عشان برضو يكون على معرفة جيدة بدل ما يتنقل له الحاجات بشكل أو بآخر، لأن على الأقل الحسابات يعني ممكن حسابات المصالح مع الدول الأخرى، لأن كينيا مش هتكون موجودة مش دول الجوار للمسألة. لما يجي للسودان للآخر لكن لما يجي بنفسه بتكلم في العلاقات الثنائية الإثيوبية المصرية السودان هتناقش فيه لسه. ما أنا عارف، أنا لما يجي مؤتمر بنفسه هو ويشهد كل هذه العلاقات ويشوف محاور الأمر، أعتقد أن قضية التفريغ أنت النهاردة بالمؤتمر اللي أنت عملته يعني أفرغت، والبيان الختامي أفرغت كل ما قيل في مؤتمر الإيجاد. دكتور يعني كل ما قيل مطى عليه. أنا مضطر أقاطع دي وظيفتي هنا. طبعا. أنا أتحدث عن علاقات ثنائية. الراجل ده جه رئيس الوزراء السعودي جه شرم الشيخ ما وقعش حاجة بالشكل ده، ما حضرش لقاء، حصلش لقاء. أنا بتكلم على شيء حضرتك اخر بيان طلع مشترك امتى؟ اخر بيان هو المفاوضات من الرئيسين المفاوضات تقريبا احنا من معطله من سنين. من بدري تقريبا سنين. من بتكلم على رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. اذا في حدث جديد. حدث انا ناقش الحدث دلوقتي، يعني ده حدث عشان كده بدات بيه. انه ان ياتي ويلتقي لقاء ثنائي حول موضوع محدد مفيش غيره ما بيننا، يعني السودان يهمنا جميعا شقيقنا، هنرجع له في الفقره الثانيه كلها، لكن ده شيء رئيسي بالنسبه له. ما الذي يدفع رئيس الوزراء ابي احمد ان ياتي الى هنا غير السودان؟ السياده السفير قال اجتهاده، انت مصدر، وهل ده بيبعث فيك درجه من يعني التفاؤل انه هنوصل لاتفاق؟ لانه الصياغات كلها اللي هي الغموض البناء بلغه الدبلوماسيه، غموض بناء، ما فيش شيء واضح لا ملزم ولا غير ملزم، اتفاق بالفعل بمعنى فعل او بمعنى اسم، يعني اشياء كثيره زي ما حضرتك اشرت. هل هنا بيتكلم على مفاوضات عاجله بين ثلاث دول، ما اشارش للاطار الافريقي اللي متمسكه بيه. انا عايز اقرا ده، هو ده اللي يهمني دلوقتي. ما هو خلي بالك، هو الـ 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 التفاهم في ظل هو كمان الانطباع الدولي والضغوط الدوليه، ان اثيوبيا دايما مصر بتعطل قبلت بما هو يعني في مجلس الامن 2020 2021 22 انت حلت الملف، وانت دايما مصر حتى بتحتاج للقوى الدوليه ان التعطيل مش من عندي، التعطيل من اثيوبيا. فبالتالي هو عاوز يعطي انطباع على اساس ان كمان مصر مش يعني اثيوبيا مش بتعطل. يعني تقريبا هو اللي بدا الحديث في المفاوضات منذ تقريبا منذ اسبوعين ثلاثه، يعني مش اول مره كمان في البرلمان هو اتكلم على اساس ان يعطي انطباع لدى العالم ان اثيوبيا
هي برضو عاوزة ترجع المفاوضات وتتكلم، لكن هو برضو اختار الوقت الخطأ في إعلان هذا الأمر، لأن هو يدرك تماما كراجل دبلوماسي أن السودان بعيدة من الملف الإفريقي. هل هو تسويق سياسي؟ هل هو استغلال يعني بيبيع الفكرة دي في وقت الحرب وعارف أن باختصار يعني أنا بعتقد أن أبي أحمد وجد في قمة دول الجوار فرصة لطرح موضوع التوصل إلى اتفاق بين مصر وأثيوبيا، لأنه مقدم على مرحلة الملء الرابع الذي يمكن أن يحدث ضرر جسيم لمصر، ويكون هناك لمصر ويكون هناك رد فعل مصري قبل أن يحدث هذا الضرر، لأن مصر درسة دراسة قوية. إذا صدقت نوايا أبي أحمد في هذا التحرك، بس هو لا يعني هو كده واخد هو هيملى لغايه لا هو بس السيد سفير بيتكلم على ضرر جسيم يترتب عليه فعل مصري او رد فعل مصري جسيم ايضا. يعني احنا النهارده يعني اكيد الرئيس تحت ضغوط شعبيه في مواجهه ما تصرفات اثيوبيا، الملء الرابع قادم ومصر في حاله ترقب وانتظار. فعندما نصل الى مرحله يبدو أن الضرر الجسيم على وشك أن يحدث، فلا بد أن يكون هناك تحرك من جانب مصر، تحرك الإجهاض التصرف الذي يحدث الضرر الجسيم. من هنا أعتقد جاء أبي أحمد، وأعتقد شجعه ماكرون في زيارته في لقاء ما بين الرئيس السيسي وأبي أحمد في باريس. وهناك تحركات سابقة كانت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في تشجيع نحو التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. كون لا يكون هناك اتفاق قانوني ملزم، أعتقد هي حل وسط ما بين الرؤية الأثيوبية التي تتحدث عن الاكتفاء بخطوط استرشادية، وبين طبقا لما تفسيرهم لإعلان المبادئ 2015، وبين الموقف المصري الذي يتحدث عن اتفاق قانوني ملزم. أعتقد أن برضو التحركات نطلع فاصل، رأيك إيه في الكلام ده؟ أعتقد أن برضو التحركات المصرية في الخارج برضو والضغوط يعني والضغوط الدبلوماسية، إحنا خلال الزيارات المتبادلة اللي قام بها الرئيس وحتى الخارجية المصرية في الفترة دي بتشكل دايما الحديث حوالين سد النهضة. يعني حتى الزيارات بتاعت ما من دولة إفريقية وما من دولة أوروبية إلا ويتحدث عن هذا السد، فبالتالي ده تحميل الملف. وكأني يعني مسألة الحديث الدائم عن مسألة سد النهضة ومحاولة يعني إفهام الموقف المصري للعالم ككل، ده مشكل ضغوط الناس كلها بتتحدث عنه. فبالتالي هو الراجل عاوز يعني يفرغ على الأقل قليلا من هذه الضغوطات عليه بحلحلة هذه المسألة. لكن إلى أي مدى لما ذكرته إلى أي مدى نجحت فيما يتعلق يعني سد النهضة له ثلاث جوانب، جانب سياسي، جانب فني، جانب سياسي، وجانب قانوني، وجانب فني. تمام. مصر من الناحية السياسية والقانونية على مستوى العلاقات مع الدول في الإطار الثنائي، وعلى مستوى العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية في الإطار المتعدد، موقفها يشكل زي ما حضرتك تفضلت مواقف ضاغطة من جانب الدول ومن جانب هذه المنظمات على أثيوبيا بضرورة توصل لاتفاق قانوني ملزم، بما في قرار مجلس الأمن الرئاسي اللي بيتكلم عن ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم في فترة وبشكل عاجل وفي فترة محددة ومضى عليه سنوات. هذا يشكل عامل ضغط آخر لما ذكرته فيما يتعلق بسد النهضة. عظيم كده، احنا خلصنا الموضوع الأول اللي هو يهم الناس أكيد يهمها السودان طبعا ويهمها كل، لكن يعني حياتها تهمها، والحدث مهم يمكن زي ما حضرات الضيوف المحترمين قالوا، ده يعني اول بيان مشترك يصدر منذ سنوات طويله، زياره ملفته، زياره سابقه تمت في مؤتمر المناخ لكن ما حصلش فيها اي كلام مباشر معلن حول موضوع السد الاثيوبي. النهارده لا، في شيء مختلف. هل ده هيؤدي بنا الى يعني حل عادل واتفاق ملزم لملء وتشغيل السد؟ احنا ما نعرفش، لكن عندنا 4 شهور بنترقب فيهم هذا الحدث، واكيد مش هيطلع بيان على المستوى الرئاسي يحدد هذه المده، يعني وفي ظني انه سيتركها دون تحقيق اي شيء. هنشوف. عموما هنستاذن حضراتكم في فاصل، نخرج ونرجع بعد نكمل ندخل بقى على موضوع قمه دول جوار السودان الشقيق. We'll be right back.
اهلا بيكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، وبنرجع لضيوفنا الكرام وبنتناقش بقى المره دي في المؤتمر، مؤتمر القمه وقمه دول جوار السودان. وببدا يعني بسياده السفير في تقييم عام قبل ما ندخل في التفاصيل، انه انعقاد القمه في هذا التوقيت بهذا الحضور بهذه الدول، دول الجوار السوداني مش سبعه اكتر، سبع دول كل دول سبع دول حضروا كلهم، في دول عفوا في دول من يعني نقولها ونسميها وخلاص الايجاد مثلا، يعني في كيانات افريقيه غابت وفي الحكومه السودانيه غابت، وهي طبعا المؤتمر اسمه دول الجوار مش السودان، لكن هل تقييمك العام ايه للحضور الاول؟ هو الحضور طبعا على مستوى الرؤساء الدول والحكومات اعتقد يدي مؤشر قوي على نجاح المبادره، واعطاها دفعه قويه فيما يتعلق بالرؤيه التي طرحت وسبل تنفيذها. دي اولا. الحاجه الثانيه، المنظمات التي شاركت هي الجامعه العربيه والاتحاد الافريقي. انا اعلم ان مالك عقار كان حاضرا وهو نائب رئيس مجلس السياده، لكن لم يعلن عن حضوره، كان حاضرا ولكن لم يعلن عن حضوره. برهان اللي حضر وليس البرهان اللي حضر. عقار موجود في اثيوبيا، عقار موجود في اثيوبيا، لكن البرهان جه موجود حتى حاليا دلوقتي. مستغربين ازاي ان الدعم السريع بيقول احنا محاصرينه، وازاي بيتحرك بحريه ويجي مصر، لكن هو لان المؤتمر متعلق بدول الجوار. هو نشر انه نشر، يعني نشر انه حضر، لكن النشر ده هو غير مؤكد. هذه الاخبار ده نشر قديم سنه 2019، هذه الاخبار غير مؤكده، انما اللي انا سمعته رسمي واعتقد يعني شبه مؤكد ان مالك عقار حضر، كان حاضر لكن لم يظهر في الصوره لو لم يعلن عنه. الدبلوماسيه والسياسات الخارجيه، النوع ده من المؤتمرات يدي اشارات بايه في ازمه زي ازمه السودان الحاليه بالنسبه لاني نقطه؟ يعني المؤتمر قمه، المؤتمر مستوى العالي الاعلى مستوى في الدول، يعني دول دي اعلى اليه في عاصمه مركزيه زي القاهره، يعني يدي اشارات ايه؟ بندخل في تفاصيل، وفي تفاصيل مهمه. اولا اهميه القاهره انها صاحبه الدعوه كدوله، لها دوله محوريه ذات وزن تاثيري اقليميا ودوليا، ولها علاقات متميزه مع السودان، يهمها امن واستقرار السودان ربما اكثر من اي دول اخرى. لا شك ان دول الجوار هي الدول الاكثر حرصا على امن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامه اراضيه، وهي اكثر دول ايضا لوقف اي تدخل خارجي، وهي الدول التي اكثر تضررا اذا حدث اي ضرر للسودان، سواء في انهيار يؤثر على الامن، يؤثر على الاوضاع السياسيه، الاوضاع الاجتماعيه، الاوضاع الاقتصاديه، وليس فقط في دول الجوار وانما على منطقه القرن الافريقي ومنطقه البحر الاحمر، وقد يمتد هذا الى الامن القومي العربي. من هنا تبدو اهميه هذا المؤتمر في انه يحول دون حدوث حاله من الفوضى والكوارث. هرجع للنتائج، تؤدي الى تفتيت وتقسيم السودان، هنناقشه مع بعض. طب بروح للدكتور احمد عبدام، بتلاحظ برضه بالانطباع العام عن المؤتمر في قاره فيها اتحاد افريقي وفيها عدد اكبر عدد ممكن من المنظمات الاقليميه والفرعيه والسياسيه والاقتصاديه، يعني الاتحاد الاوروبي ما فيهوش العدد ده خالص. المؤتمر ده يدي انطباعات ايه لباحث زي حضرتك مهتم بالشان الافريقي؟ هو طبعا هو المؤتمر محدد بعنوانه، عنوانه مؤتمر دول جوار السودان، فبالتالي من خلال الدول دي احنا يعني كده في دول اخرى او المنظمات الاخرى غير مدعوه الا في الاطار الرسمي، فبالتالي الدول لما تبص على الدول جوار السودان هتلاقي مصر، ليبيا، التشاد، وسط افريقيا، جنوب السودان، اثيوبيا، ثم اريتريا. تمام. كل هؤلاء ممثلين يا اما برؤساء بشخصهم، يعني ما جايبلكش ممثل من عنده. مفهوم. فبالتالي وده او حتى رؤساء الوزراء على حسب النظام السياسي الموجود. تمام. فبالتالي باعلى تمثيل يعني ممثل، عشان كده بتلاقي ان هذا النجاح الكبير يعني في فتره قليله مصر تدعو، فبالتالي اكبر الشخصيات في البلد هو بيكون حاضر، فبالتالي دي مساله يعني بتدي انطباع، حتى وان كان يعني مساله احنا تحدثنا عن رئيس الوزراء الاثيوبي، يعني وقلنا مهما
يعني كان في مشاكل حوالين سد النهضة وعدم الحاجات، لكن حوالين هذا الأمر حينما يعني تلقى دعوة من مصر على الأقل هو لبى هذه الدعوة، فبالتالي احنا بالنسبة لنا ده يعني ده بيمثل شيء له أهمية، وإن مصر فاعلة في المنطقة وليها حضور عكس ما كان يروج سابقا إن مصر يعني دايما أنت في فترات من فترة والفترات مثلا يقول لك مصر ليها دور إقليمي، ملهاش دور إقليمي، ليها دور عربي أكتر من دور إفريقي، ليها دور إفريقي أكتر من ليها دور فاعلية في حوض النيل. احنا شفنا هذه في فترة قليلة للغاية، وهذا الحضور المكثف، وعلى الأقل حتى الصيغ المصرية وهذا التنسيق المصري ما بين دول الجوار ده بيوري لك على أساس أن احنا من امبارح فقط وانت تتفق حوالين صيغة ويوقع التوقيع يتم على الهواء مباشرة، التفاهمات اعتقد ان الاعلان من امبارح هو موجود، فبالتالي الوفود كلها متفقة حواليه، وان كان يعني الامور العامة يعني هذا الاتفاق اعتقد ان يكون ان يضرب في الاتفاقية قبل يومين مباشرة فيما سمي بمؤتمر الإيجاد او اللي كانت قمة الإيجاد، يعني هي 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 حتى لما تبص في الإيجاد مثلا دي منظمة خاصة بشرق افريقيا، هي عملت لجنة المفروض رباعية فيها جيبوتي وجنوب السودان وكينيا وأوغندا، الجماعة دول من المفترض ان هو اللي متبني الامر لا جيبوتي حضرت ولا جنوب السودان اعتقد ان حضرت، واللي تبنى الامر اللي هو كينيا والرئيس الوزراء الاثيوبي، لكن كون ان تاخد قرارات يعني المفروض انت بتعمل حوار، يعني انت داعي الحكومه السودانيه وداعي الدعم السريع وكمان انت عامل جايب كمان الحرية والتغيير والكلام ده، المفروض هذا المؤتمر يا دكتور المفروض احنا بنتكلم عن حوار سياسي، انت حولته من حوار سياسي وكأن انت بتدي قرارات وكأن ايه قرارات مسبقة ويعني استبقت الامر، لا استمعت للحكومة ولا انشأت هذا الحوار. اعتقد اني ما يعني ما رشح عن مؤتمر القاهرة النهاردة غير صورة وضرب كل ما قيل في مؤتمر الإيجاد بشهود بأحد شهود هذا المؤتمر وهو رئيس الوزراء الإثيوبي. هنرجع نكمل ده، لكن قبل ما نستمع إلى البيان الختامي للمؤتمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا عندنا بعض ردود الافعال هي اهمها وابرزها. طبعا عندنا بيان صادر من وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين في الاردن، بيان اخر من وزاره الخارجيه البحرينيه بترحب كلها بالمؤتمر، لكن البيان الرئيسي او رد الفعل الاساسي اللي هو صدر عن مجلس السياده الانتقالي في السودان. مجلس السياده الانتقالي طلع بيان قال فيه ترحب حكومه السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت اليوم 13 يوليو 2023 بالقاهرة، وتتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع بلادنا الحبيبة. أيضا نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة. نتقدم بالشكر أيضا للمملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين. تؤكد حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت الميليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب، مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة الانتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين. تجدد حكومة السودان شكرها لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودول الجوار السوداني. ده رد الفعل الرسمي من مجلس السيادة الانتقالي في السودان. نشوف مع بعضنا دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيلقي البيان الختام، ونرجع نكمل مع ضيوفنا الكرام. بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شارك رؤساء دول وحكومات
جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وأثيوبيا وليبيا وجنوب السودان في قمة لدول جوار السودان بالقاهرة يوم 13 وبحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية، حيث توافق المشاركون على ما يلي: 1. الإعراب عن القلق العميق أثناء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. 2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. 3. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل. 4. أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل، يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطا إضافيا على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسؤولياتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدول لدعم السودان والذي عقد يوم 19 يونيو 2023 بحضور دول الجوار. 5. الإعراب عن القلق البالغ أثناء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء. 6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية. احنا بنرجع عشان نواصل مع بعضنا يعني تحليل وقت البرنامج ووقتكم، وانا الحقيقه عندي خبر لسه حالا. قوات الدعم السريع طلعت بيان دلوقتي بتقول فيه هقراه على حضراتكم: ترحب قوات الدعم السريع بالبيان الختامي لقمه دول الجوار السوداني التي انعقدت في جمهوريه مصر العربيه بدعوه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت متسقه مع الجهود الاقليميه والدوليه المبذولة لوقف الحرب في السودان وتبني الحل الشامل أساسا لمعالجة المشكلة السودانية، وهو ما يمثل انتصارا لرؤيتنا التي ظللنا ننادي بها منذ بداية الحرب. دي الفقرة الأولى. هذه الخطوة دي الفقرة الثانية تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف للتواصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. إننا إذ نرحب بقمة دول الجوار السوداني ندعو إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية كافة بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل، لا سيما مع منبر جدة ومبادرة الإيجاد. وهنا نتوجه بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على رعايتها وتنظيمها لمؤتمر المانحين وكل الدول التي شاركت في المؤتمر الذي سعى لتوفير المساعدات للشعب السوداني. نشيد أيضا بجهود الأمم المتحدة
الاتحاد الافريقي، الايجاد، الاتحاد الاوروبي، الجامعه العربيه، اللجنه الرباعيه، كما نعرب عن تقديرنا الخاص لجهود الدول الشقيقه والصديقه كافه التي دعمت وتعاطفت مع شعبنا خلال هذه الازمه. تؤكد قوات الدعم السريع، دي اخر فقره، استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من اجل التوصل الى حل جذري للازمه السودانيه عبر استعاده المسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناه عن شعبنا. سيد السفير، ما رايك؟ يعني البيان الاول بتاع جميل مجلس الانتقالي، ثم الان بيان الدعم السريع. رايي في البيان بتاع الدعم السريع يعني ربطا البيانين بقى، يعني بيان هو طبعا لا شك وبيان الدعم السريع عطفا على القمه طبعا. لا شك ان البيان القوات المسلحه هو بيان موضوعي، بيان ايجابي بناء، يتمشى تماما مع مخرجات قمه دول الجوار السوداني. واعتقد ان الرؤيه اللي خرج بها قمه دول الجوار السوداني هي رؤيه بتؤكد على مبادئ اساسيه اللي هي وحده السودان وسلامه اراضيه، وايضا عدم التدخل في شؤونه، وايضا ملكيه الشعب السوداني للعمليه السياسيه بصفه عامه. هذا هو الاطار العام للمبادره الخاصه بدول الجوار. اما فيما يتعلق بالتفاصيل المبادره عشان نرى مدى اتفاقها مع اي من البيانين سواء الدعم السريع او الاخر، فلا شك ان اهم ما ورد في المبادره دول الجوار انها تتحرك على مسارات ثلاث: مسار انساني، مسار امني، مسار سياسي. وبترى ان يكون هذا التحرك يعني في نفس الوقت سيميتينيسلي، يعني الثلاثه مع بعض، ووضعت اليه للتنفيذ والمتابعه والتقييم ومن دول الجوار على مستوى الوزاري. ويعقد اول اجتماع في نجمينا في عاصمه تشاد نجمينا. طبعا التصور بهذا الشكل بشكل مختصر لقي ترحيب وتأييد من جانب القوات المسلحه ومن جانب بالتالي كافه دول الجوار. وده بنجده في البيان. العملية السياسية تكون عملية شاملة بمشاركة كافة أطراف المجتمع المدني، شاملة لكافة الآليات، وأن يكون التحرك الأساسي والمحوري هو لآلية دول الجوار بالتنسيق والتشاور مع الآليات الأخرى. عظيم. هذا يتفق مع الرؤية الخاصة بقوات الدعم السريع. لكن الرؤية التي طرحت من جانب الدعم تتمشى مع القوات المسلحة سوريا، نعم، لكن الرؤية اللي طرحت من جانب قوات الدعم السريع فيها جوانب سلبية يجب أن نتنبه لها، أنها ترجع تاني مرة أخرى إلى الإيجاد. والإيجاد بواقع الأمر أن ما صدر عن الإيجاد كان فيه مواقف سلبية كثيرة، وفيها حديث عن التدخل الخارجي، فيها حديث عن أن هناك ليس هناك حكومة تتولى الأمور. فاتخاذ الإيجاد كمرجعية هذا أمر الحقيقة يعد موقفا سلبيا. ترحيبه فقط يجيء فيما يتعلق بالمفاوضات خاصة بالجانب العسكري، إنما ليس هناك ترحيب فيما يتعلق بالمفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل. هذه نقطة أساسية، لأن هنا بيرجع إلى القوى الحرية والتغيير والاتفاق الإطاري، بينما وبينما الجانب الخاص بمجلس السيادة يتحدث عن عملية سياسية شاملة. خلينا ناخذ في اعتبارنا نقطتين أساسيتين ربما لم يتنبأ لهما الكثيرين. أولا، هناك موقف مبدئي مسبق تم الاتفاق عليه من جانب قوات الدعم السريع ومن جانب القوات المسلحة بأن كلاهما ينأيان بنفسهما عن الشأن السياسي، وهذا أمر متوافق عليه بين كافة المجتمع المدني. صحيح. ايضا النقطة الثانية ان الدعم السريع هي ميليشيات يتم دمجها او حلها، هذا امر متفق عليه حتى في مخرجات الاتفاق الاطاري، وهو امر متفق عليه على مستوى المجتمع المدني. اذا العملية السياسية الشاملة المنتظر ان تتم من خلال دول الجوار هو التأكيد على هذه المبادئ وبالتالي انتهاء هذا الصراع، لان ما يهدف اليه الدعم السريع من الصراع العسكري الموجود تم إفراغه من مضمونه،
هل الدعم السريع يسعى الآن في ظل هذه الصورة إلى أن يحقق نظام ديمقراطي، أن يقبض على البرهان ويوضعه السجن ويقدمه للمحاكمة؟ هذا هو كان هدفه، ولكن هذا الهدف المعلن، الهدف الأساسي هو الحصول على السلطة والثروة، صحيح، وأن يكون هو عماد القوات المسلحة. طب دكتور أحمد، برضو قرايتك إيه للبيانين؟ سيد السفير يعني أرامو شايف أجزاء سلبية في بيان الدعم وأشياء أخرى إيجابية في بيان أعتقد أنه والأهم من قرايتك إيه؟ أنه يعني على الأرض البيانين دي مؤشرة لإيه؟ جميل. في وفقا لخروج للبيان الختامي لقمة القاهرة، هل ده معناه أن الطرفين مستعدين للتعاون ولا أحدهم مستعد للآخر، ولا درجة التعاون قد إيه؟ أعتقد أن هو واضح أن يعني ما حدث في القاهرة على الأقل هو التصور بتاع القاهرة من المفترض مش منحاز لطرف على حساب الآخر، صحيح. عشان كده لقي هذه الاستجابة من الاثنين، لما الحكومة أصلا قدمت بيان وجد الدعم السريع نفسه هو مطالب ببيان آخر يعني يعلن عن موقفه، خصوصا إن هو بيتعرض لضغوط على أرض الواقع. في يعني أنت لو خدت الخريطة الحرب في السودان، هو أصلا يعني حتى كل المبادرات أو حتى مبادرة الإيجاد هي ليه ظهرت بالصورة دي؟ أعتقد أن الخسائر التي تكبدها الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي على وجه التحديد يعني، وانت حاليا تقريبا الخسائر في الخرطوم، انت تقريبا ام دربان شبه تحررت، منطقة البحري تقريبا باقي يعني الخرطوم، صحيح. بحري باقي فيها شوية حاجات، حاليا مقتصر الامر على جنوب الخرطوم، وحتى غالبية الخرطوم، لان احنا عارفين العاصمة المركزية عبارة عن ثلاث مناطق، خرطوم بحري وام دربان والخرطوم، فبالتالي الاقتصار الضربات اللي بيتعرض ليها على أرض الواقع الدعم السريع مع التحالف الشعبي مع القوات المسلحة، ده مسبب ليه ضرر على أرض الواقع. احنا من ساعة القوات المسلحة عملت حركة يعني جريئة للغاية، ان هي كمان فتحت باب التطوع للشعب، فبالتالي احنا شفنا قوات تنشأ ما يسمى بقوات الدفاع الشعبي، فبالتالي دي كمان حدث فيها متطوعين يعني كثر، فبالتالي وكأنها تنشئ قوة إلى جانب هذه القوة ممكن تتعامل على طريقة الدعم السريع مستقبلا. مع الخسائر اللي حققها الدعم السريع ابتدى يلجأ للخارج، وابتدى الضغوط اللي احنا نشوفها في الإيجاد، فبالتالي وكأني احنا بنعيد الكرة، يعني الجيش يحقق انتصارات وانت تعيد طرفي الصراع وكأنهم في على يعني في معادلة واحدة، وكأنهم على درجة واحدة من التساوي. نعم. على أرض الواقع حتى بدليل ان البيان اللي ألقاه الدكتور ضياء حاليا هو بص، الحكومة ده بيعبر عن موقف قوة للحكومة، هي بتعبر عن اني والله انا موافقة على ما يعني ما نتج على البيان الختامي، بشرط ان قوات الدعم السريع يعني يكون تلتزم بإيه؟ بالخروج من المدن، الخروج من المؤسسات زي المستشفيات والحاجات دي كلها، وتخرج إلى ما اتفق عليه قبل كده. احنا كنا في سياق مسار جدة كان الأمر ده متفق عليه، يعني كل الحاجات دي تم الاتفاق عليها، صحيح. خروج الدعم السريع. لكن أعتقد إن الدعم السريع هو يخشى من شيء معين، هو يعتقد أو مدرك تماما أن لو خرج من مدينة الخرطوم هو الجيش هيتعامل معاه تقريبا في ساعة واحدة، فبالتالي إذا التحصن بالمدنيين والوجود في الشوارع بهذه الطريقة، وخشية أن الجيش كمان أن يشكل هذه القوات الدفاع الشعبي، كان لابد أن يلجأ لظهير آخر وقوة أخرى موجودة في الإيجاد. أعتقد أن هذا الأمر يعني مستقبليا لما نيجي على أرض الواقع، هو دلوقتي عايز أهم ما يعني للدعم السريع هو وقف الحرب. أعتقد أنه هو خد من اللقطة إن مؤتمر القاهرة يدعو إلى وقف فوري للحرب، هو عاوز هذه المسألة تحديدا، هو عاوز التقط دي بس يوصل التقط هذه المسألة، هو يعتقد أن كمان وقف الحرب إن ده شيء ملزم، لكن المسارات اللي حددها البيان الختامي إن لسه ده في لجنة وزارية وفي ثلاث لجان هتتشكل، لجنة التواصل
اللي هي هتتواصل مع يعني فرقاء الحرب، ثم لجنة المراقبة، ثم لجنة التنسيق ما بين المبادرات. يعني حتى مبادرة القاهرة هي ما قالتش والله المبادرة بتاعتنا هي الأساسية، هي قالت والله لجنة التنسيق هناخد من كل المبادرات وحنسقها في محاضرة واحدة وبعد كده هنطرحها على فرقاء الحرب. فبالتالي في هذا الإطار احنا بعد كده في الاجتماع بتاع تشاد ممكن فيما بعد، ممكن الله أعلم إذا كان هياخد أسبوع 2 3 4، احنا لسه على أرض الواقع هنشوف ما يتم على أرض الواقع مستقبلا. يعني للأسف وقتنا خلص. شكرا جزيلا يعني سعداء والله، سعدت بحضراتكم ويعني استفدنا كتير من الجزئين اللي اتناقشنا فيهم، العلاقات المصرية الإثيوبية ثم على هامش قمة دول جوار السودان ثم القمة بذاتها. أتمنى طبعا للشعب الشقيق في السودان كل الأمن والسلام وأن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت بإذن الله. بشكر حضراتكم، بشكر الدكتور أحمد الدايل. شكرا جزيلا. أستاذ كل الدراسات الفقهية في جامعة القاهرة. بارك الله فيك. تشكر حضرتك. شكرا جزيلا. معالي السفير صلاح الدين مساعد وزير خارجية الأزمة ورئيس ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا كتر خيرك. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا النهاردة، بنشكر حضراتكم ونلتقي بكم على خير بكرة إن شاء الله.